موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال منزلا وبركزا يعود ملكيته للمواطن جهاد رشايدي في قرية الفصايل شمال مدينة أريحة. وقال رئيس مجلس قروي الفصايل إن أكثر من 10 جيبات عسكرية وجرافتان اقتحمت قرية الفصايل وهدمت المنزل بحجة وقوعه ضمن المنطقة المصنفة جيم. في موضوع آخر، ذكرت مصادر محلية في قطاع غزة أن المقاومة الفلسطينية استهدفت جرافة تابعة لجيش الاحتلال بقنبلة أثناء تقدمها في محيط المنطقة الصناعية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تصاعد الدخان بشكل كثيف منها. أغلق مجلس طلبة جامعة بيرزيت أبواب الجامعة لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على رفع إدارة الجامعة الأقساط على الطلبة. وأكد المجلس خلال مؤتمر صحفي عزمه تصعيد الاحتجاجات داعيا الطلبة للاعتصام أمام مجلس رئاسة الوزراء. وفي الوقت ذاته دعت إدارة الجامعة مجلس الطلبة للعودة عن إغلاق أبوابها بالقوة، وقالت إن ذلك يفاقم الأزمة ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية. على قرار تثبيت سعر الدينار بالنسبة للطلبة القدامى، اللي هو أدى للزيادة غير مباشرة في سعر الساعة بمقدار 4 دنانير لكل طالب، يعني زيادة 12% على قسط الإجمالي للطالب. وطالبنا برضو كمان الجامعة نجمد قرار رفع الساعة لتثبيت سعر الدينار أيضا على الطلبة الجدد. أجمع عدد من العاملين في قطاع النقل العمومي على رفضهم لنية وزارة النقل والمواصلات تخفيض أسعار المواصلات لطلبة المدارس والجامعات، وطالبوا الوزارة بتخفيض أسعار التأمين ومصاريف تشغيل العموم في حال أرادت الوزارة مساعدة الطلاب فعلا. أول الشهر السولار ارتفع 30 أغورة، وهيك عملية يعني عكسية بتصير. نعم الطلاب طبقة كادحة زينا زيهم، بس يعني ما يتحكموش في سعر الراكب. هاي الدخان الأسبوع اللي فات ارتفع والأسبوع هذا ارتفع، يعني كل إشي كاد بيرتفع ما حدش بيحكي، بس أرجة الراكب على نص شيكل أو أجورات بيعملوا لنا عرس عليها. يعني ومن زمان الوزارة بيقولوا لنا نرفع لكم الأجار وإحنا مش راضيين نرفعه، فمزبوط الطلاب إنه في يعني في وضع حرج إنه لأنهم بدهم يزيدوا عليهم أقساط، بس إحنا زادوا علينا السلر، يرخصون السلر ويساعدونا يدعموا السلر وبننزل الأجار أحسن لنا وللطلاب. أما صعب يعني بهيج وفي شي شغل ومش ما في معنى. ختاما، أكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له على الموقف الفلسطيني الرافض للتهديدات العسكرية الخارجية ضد سوريا وعدم قبول أي عدوان عسكري خارجي على أي بلد عربي وتأييده للحل السلمي للأزمة في سوريا. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا وطن للأنباء وطن.tv. بأمان الله.